والله انا بستغربكم، انت ليكوا اكل ولا محلقه؟ هو القرار في ايدك ده مش معتمد ومختوم؟ ايوه طبعا طبعا يا شوقي، بس ده طلع ازاي؟ انا كل زمايلي في المدرسه قالوا لي ان انت خلاص متحوله فعلا للنيابه. يا ست طلع زي ما طلع بقى. ابو شوق يا عبد الله حبيبي عمر، بينا وبين بعض كده وبامانه وصدقني طبعا الموضوع ده ما فيهوش حته رشوه صغنونه كده. شايف جوزك؟ اخص عليك يا عبد الله، هو انا بتاع رشاوي برضه؟ ما هو فهمنا برضه واحده واحده يا شوقي، ازاي صوره الجواب دي في جيبك من قبل ما يبلغوني انا شخصيا؟ مش انت بتقول انهم بيتلككولك وعايزين يحطوا مكانك اخت الاستاذ عوني وكيل الاداره؟ ايوه حصل. انا بقى العصفوره جابت لي خبر من على الشجر زي الفل. ايوه الاستاذ عوني طلع عنده سنتر دروس خصوصيه في المنير. صلاه النبي احسن، مسؤول في التعليم ومفتح سنتر دروس خصوصيه من الباطن يا عبد الله. انا بقى نخورت في الحوار ده يا ناس لغايه ما قفشت سند الملكيه بتاع السنتر ده ورحت بعته له على الواتساب. يخرب بعقلك يا شوقي بجد، ثلاث دقايق وكلمني. قلت له بقول لك ايه يا استاذ عون، انا ما عنديش غير كلمتين ما لهمش تالت. اولا الاستاذه ايناس ترجع مدرستها معززه مكرمه، والا 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 ايه؟ الورقه دي تروح الوزاره والرقابه الاداريه، وما يمنعش يعني ان انا افسح الورقه دي على الفيسبوك يوم ولا يومين. لغى القرار واصدر قرار تاني بالليل وبعته لي على الواتساب. شوقي هي رشوه حبيبي، هي رشوه والله، بس انت ما دفعتهاش، انت قبضتها. بدل ما تبلغ عن مسؤول فاسد منحرف، وبالتالي المساله سهله قوي، ارقام وبتاع بتاع الاكل وتصرف الرقابه الاداريه وكده، لا انت قررت انك انت تبتزه فيرشيك بقرار اداري ونتربك كلنا. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خلاص خلاص محلوله، انا هاخد القرار ده اقطعه وابلغ انا بقى واعمل لك تقطع ايه؟ تقطع ايه؟ تعالوا عليكم السلام واقعد هنا. تقطع ايه؟ عاجبك الاهانه اللي انا تهنتها وكرامتي اللي اتبعزقت عشان المحسوبيه والواسطه؟ اتكلم ولا اسكت؟ اتفضل. احنا لينا حق حلال ومشروع رايحين نجيبه بطريقه حرام وجريمه. جريمه ليه؟ جريمه ليه بس؟ انا مش فاهمه، هو انا اللي كنت فتحت السنتر؟ ده انت بنتك نفسها بتروح تاخد دروس في سناتر ومش عارفين نحل القضيه لحد دلوقتي. خلاص خلاص، بس اهدوا بس اهدوا كده، ومفيش حاجه يعني، الموضوع محلول قص ضوافر. يا عم اسمعني، ابوس راسك. اتفضل اتفضل. سيب مراتك ترجع لمكانها كده والمدرسه وترفع راسها، وانا بنفسي هبلغ عنه واعمل له شوشره في الاداره واطلعه بفضيحه. كمان يعني انت عايز مرتشي وضلالي مش هتنفذ الاتفاق؟ مفيش اي مهنيه يا راجل. انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه يا عبد الله؟ حرام عليك. بعدين معاك. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تغير هدومك. بقول لك ايه؟ انا هكمل الكاكاو بتاعي استماع فقط. ولا اقول لك يا شوقي؟ انا اقوم احسن. لا 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 انا اقوم. لا يا سيبني يا عبد الله اسمعني بقى، هو انا جاي لكم عشان ابارك للقرار واتكل على الله. امال انت عايز ايه؟ الله، الرشوه يبقى قدامها ايه؟ رشوه ولا دباديب؟ يا اخي اهمل بقى، خلينا اجمع الكلمتين اللي عندي. اهو سكتنا خلاص. قول ايه الكلمتين؟ بص يا ناس، بصراحه كده انا عايز منك خدمه، بس والله ما حاطط دي قدام دي خالص. يا عم انت وش ذلك. من الاخر كده انا عايز اتجوز ليزا. السلام عليكم. ليزا استنى، راح فين؟ إيه؟ ده انت على العين والراس. بجد يا ناس يا حبيبي يا شوقي.